وركعتا تحية أي تحية المسجد إلا بيت الله الحرام. فالكعبة التحية ليست الصلاة وفقط، الطواف تحية البيت الطواف ثم ركعتين. تحية المسجد تصلى في أي وقت، حتى ولو كان الدخول في وقت الصلاة فيه مكروهة. الصلاة محرمة لها سبب. حكم صلاة تحية المسجد سنة، حكم صلاة يعني الوضوء سنة، تصلى في أي وقت ليها سبب وسأشرح بعد شوية. لكن يا مولانا متى تفقد تحية المسجد؟ إما بجلوس أو بمكس قيام، وقفنا مدة طويلة. أنا داخل المسجد أول ما دخلت الله أكبر صلي، أنا أول ما دخلت قابلت واحد زيك يا مولانا وفينك وعامل إيه ومش عارف إيه، بتشرب شاي؟ لا بشرب مانجا. طب بتشرب مش عارف إيه؟ طب اتجوزت امبارح؟ عمالين بنرغي. بعدين طيب حاضر، ربنا يا ابني يكرمك إن شاء الله نتقابل بعدين، أي نايس تو سي يو، يلا امشي. الله أكبر، تعالى يا مولانا بتصلي إيه؟ أنا أصلي تحية المسجد. بعد نص ساعة قيام يا راجل راحت. دخلت يا مولانا، فبمجرد ما دخلت لقيت يافطة تعلن إدارة المسجد على أنه من يتبرع بمليون جنيه يدخل الجنة من غير حساب كده. أنا عمال أقرأ، عدت كتير. لكن أنا داخل المسجد، ازيك يا مولانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا قليل. كذلك سنة الوضوء، توضأنا نصلي على طول، لا تأخرنا. راحت تحية المسجد، راحت سنة الإيه؟ سنة الوضوء. سنة النافلة تحية المسجد فرض ولا نفل؟ فرض ولا نفل؟ طب أنا قلت لله علي نذرا إذا دخلت مسجدا كائنا من كان لأصلين ركعتين، صارت إيه؟ واجبة بالإيه؟ بالنذر. واجبة بالإيه؟ حكم النذر إيه؟ مكروه. ليه مكروه؟ لأنك فرضت على نفسك أمورا ما فرضها الله عليك. لكن بمجرد ما ألزمت نفسك وجب الالتزام.